السلام عليكم، معكم عثمان بن مكتوم المنذري، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة إينوتك. أسسنا إينوتك في العام 2013 ميلادي لتكون أول شركة عمانية مختصة بالطباعة ثلاثية الأبعاد. بدايتنا كانت جدا بسيطة، كانت طابعة ثلاثية الأبعاد واحدة. اليوم توسعنا عشان نصير واحدة من أكبر معامل الطباعة ثلاثية الأبعاد في الخليج العربي. مركزين على عدة قطاعات، من ضمنها الطباعة ثلاثية الأبعاد في القطاع الإسمنتي للبناء والعمارة، مركزين على الطباعة ثلاثية الأبعاد في القطاع الطبي وقطاع التعليم، وأخيرا تصنيع قطع الغيار. خلال 9 سنوات الماضية قمنا بالعديد من المشاريع، من ضمنها تطوير منهج صف العاشر للطباعة ثلاثية الأبعاد بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، تطوير أول طابعة ثلاثية الأبعاد بالإسمنت على مستوى الشرق الأوسط، وطموحنا أنه ننقل هذه الطابعة لتكون شركة رائدة إقليميا في هذا المجال. أيضا قمنا بطباعة عشرات آلاف قطع الغيار لمختلف القطاعات، منها القطاع الصناعي والطبي والتعليمي.